السلام عليكم خوتي اخواتي، مرحبا بكم في قناة ديال اجي نوريك. هذه القناة كتهتم بالشروحات ديال البرامج وديال التطبيقات وديال لي كونفيغوراسيون ديال الروتور او حتى لي بوكس. مهم بزاف ديال اي حاجة انسان متعلق بالتكنولوجي، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنبدا بواحد الدرس، وهو الروتور ديال انوي. هذا الروتور هذا اللي بصراحة روتور واعر، 1600 في ديالو، اللي فيه دو بوند، وهي 2.4 و 5 ميجا 5G. هاد 5G اللي الناس بزاف كلها كتقلب عليها بزاف، علاش؟ لان فيها امتيازات بزاف، منها خصوصا في التليشارجمون. الناس اللي كتهتم بالتليشارجمون لقاش هي في لافيتاس ديالها اكثر من 2.4. وكما قلت لكم، هاد الروتور هذا ديال الاتصالات ديال الانوي تيمكننا نخدموه مع اتصالات المغرب كروتور، وميم طو ممكن نقلبوه بوان داكسي. يعني هي اغلبيه الشروحات اللي لقيت اللي كنشوف انا في اليوتيوب كيشرح لك كيدير كونفيكيري، ولكن ما كتسدو ما كيخدمش، تيقول لك تخدمو من لهنا. الا خدمتي انت من لهنا راه غتدخل فيه، غيعطيك الكونيكسيون، ولكن ما غتبغي تخرج منه مثال شي كابل جي 45 للبيزي راه ما يعطيكش، ما غاديش يعطي نهائيا، ولا عطاك يبقى يقطع لان كيتداخل ما بين الايبيات. لهذا اليوم غادي نكونوا في هذا الدرس هذا بالوان، كيفاش نخدموا هذا الوان هذا. حيت الا خدمت انا هذا الوان هذا، ممكن ناخذ الكابل جي كارونت ندير البي سي، ندير الروتور اخر، بوندكس اخر، ممكن ندير التلفازه، ممكن بزاف الامور نديرها. لهذا ان شاء الله تبعوا معايا وتبعوا مزيان وركزوا معايا، الشرح غادي يكون مفيد ان شاء الله، ونتمنى انه يعجبكم ويكون في التعليقات. كما قلت لكم، هذه القناه هذه غتكون خاصه بجميع البرامج، شي اي برنامج، اي بروغرام، اي حاجه ما عرفتوش كيفاش تدار صيفطوا لي في لي كومونتير، انا غنحط لكم داكشي، ديك الساعه انا غنجاوبكم. غير هو اغلبيه ديال البروغرام اللي غادي يكون في اليوتيوب غادي يكون الشرح ديالهم، ولكن بالنسبه للتيليشارجمون ديالهم غادي نحطهم في الرابط في القناه ديالي ديال التليجرام، اللي حتى هي غتكون اجي نوريك. ونتمنى ان شاء الله ان الفائده تعم الجميع ونستافدوا جميع، وعلى بركه الله ننتقلوا للشرح. كما كتشوفوا معنا، اول حاجه كنبداو هي كندخل نمشي للواي فاي، كنحاول نكونيكتيوه للواي فاي ديالو ديال الروتور اللي حنا بغينا نصوبو. هنا بغيت حطيت هنايا مثلو، كندخلو هنا كنختار لي بغيت سواء 5 ولا 2.4 بحال بحال، خاص اغلبية تكون عندهم نفس الواي فاي، نفس الكود الواي فاي. كنتسنى واحد شويه تكونيكتا، خلاص. بالنسبه للروتور انا ديجا مركب فيه الكابل اللي جاي من الروتور، واش اللحظه اللي غنكونفيكيري خصو يعطيني، خصو يطلع لي الواي فاي الانترنت. دابا كيما شفتو هو تكونيكتا. الحاجه اللي موراها كندخل اي متصفح كيما بغا يكون، وتنكتبو 192.168.1.1. كما كتشوفو معايا هو تكونيكتا هنا، فاش ديجا خدمتو هنا كندخل ادمين، ادمين، وهاد المود باس هنا انا غادي نكتبو لكم هو انوي كبيرة اي روماس هواوي 123، هادي ماجيسكول يعني كبيرة، تنديرها لحقاش هادي كتسمح لي ان ندخل مود اكسبير. ندير اونتر هنا، كنتسنى واحد شويه لان الروتور شويه هاد البروغرام شويه ثقيل ديالهم. هنا كنمشي سكيب الاعدادات كلها، ندير لها سكيب باش ما عنديش الغرض بها دابا. هنا كنبغي كنزلقها باش يعطيني لاباج،
دابا الغرض تكون اللي عندنا هاد لاباج هادي اللي كما كتشوفوا معايا كنبارك عند فانسات، هنا كنختار الاختيار اللي عندي بالغرض هو الوان، هاد الوان هذا كنتظروا دائما. هنا عندي الاختيارات كنعلم عليهم كاملين كنمسحهم، هذوك اللي كيجيو بار ديفو. من بعدها كنجي كندير نيو. هنا عندنا ثلاثة اختيارات، هادو كلهم عندنا ما نديرو بيهم. اللي عندنا في الغرض هو جي او، جي او اوب لينك، كنجي كنخلي هادي ما كنبدلهاش، كنخلي روتوا صافي دير ابليكي. من بعدها دابا هاد المرحلة هادي راني ساليتها، دابا غادي نجي اللان. هاد اللان هو تيكون عنده 1.1 نفس الاي بي ديال الروتور الاصلي، يعني الا خليته خدام يوقع واحد التشابك بيناتو، هذا غنبدلو. ندير 12 مثال، هادي نحيدها عندي من ندير بها مكتحتاش، كندير ابليكي اكسبت اكسبت اكسبت. دابا راه دازت، يعني ما غنولي نقلب ما غاديش يدخل، علاش؟ لان تبدل الاي بي. كنعاود نجي لهنا كندير 12 اللي كنت ديجا درتها، دابا ها هو ده. كنعاود ندخل بنفس الطريقه، ولا ممكن ندخلو بطريقة أخرى العادية. هنا كندير يوزر ونفس العملية غنديرها لتحت، هاد العملية قمت بها سبب واحد سكيب هو هنا. هنا كنبدل هذا، نيكست. هنا ما كنحاولش نبدل هذا، كندير ديباسي صافي نرجع. انتظروا بين واحد شويه بين الطفا وشعل، دابا غنتسناو باش يتكونيكتا، ولكن خصني نجي لهنا نبدل باش هو تبدل. نبدل نفرضو 5G، هنا غندخل المود باس اللي ديجا دخلت، غادي نتسنى يتكونيكتا. إذا تكونيكتا، إذا جيت هنايا اختار مثال يوتيوب نشوف تطلق لي كونيكسيون ولا لا. اذا كما لاحظتوا معايا ها الكونيكسيون طلقات، اذا اليوتيوب هو خدام. الآن هذه مرحلة جديدة.
كما شفتوا معايا. اذا دابا الكونفيغوراسيون راه هي هذيك، يعني سواء دابا حتى الروتور ممكن ناخذ منه كما قلت لكم من اللور ديالو، ممكن ناخذ ندير الكابل شي بيس اخر، ندير البوكس، ندير كيما بغيت. هذه هي الطريقه الصحيحه باش نحول الهواوي دي جي 245 في شرطة 10 لبوان داكسي. وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.